كنا صورنا الاكل يبدو اكل عفيف حشك ولبك. بدعو قديش صار عمرك؟ ما بعرف عن جد قديش صار عمرك؟ عن جد ما بعرف، انا من صغري هيك فلتان بالحوايط. عن جد قديش صار عمرك؟ بكفي 30. مناح، يعني هلا بقى تتكون؟ شو هي اللي هلا تتكون؟ شخصيتك، لإمتى امك بدها تضل تديرك مثل بلا ما نحكي، امرأة صغيرة تركب لك رسا. حيرتوني، إذا أنت حكيتي معي بتقلي أمي مو ناقص غير مرتك تركب لك رسا، وإذا أمي حكيت معي أنت بتقلي لي مو ناقص غير أمك تركب لك رسا، شو ساوي أنا؟ شو أعمل؟ شو أعمل؟ ما تعمل شيء ولا تسمع من حدا، مثل ما عم أقول لك أنا، خلي قرارك من راسك ولا تعمل غير بقول لك عليه أنا. ماشي. جيت لحالك ولا لا ورماك؟ شو الحمامة؟ شوف لي الحمامة تشرشخ لي، شوفها شوفها شوفها. دم حمامة حمامة بيضة رفت رفت فوق فوق راسي حمامة بيضة. كثير بعدك ثاني مرة بتجعني كثير. لك شو قصتكم بهالحالة؟ بروح وبيجي بلاقي واحد ملقح بالأرض، شو قصتك يا أخي؟ مرات من جنب قال لي شوف الحمامة، قام ورجاني شو منظر. أكيد هذا الحيط، أكيد هذا هاني، فكرك عفيف. وأنا شو دخلني بهالقصة؟ شو دخلها؟ هذا هاني بيحبها لمنال، خربط فيه. قوم يا أخي قوم قوم لوديك على المستوصف. أهلا لك قوم. إذا سألوا عني قول له هلا برجع. الله يوفقك يا عفيف ويكتر من أمثالك. أنا الخرطوش تبع الفرشيتا. ما عاد يقوم بشعر هذا زقام. ليش شو عملت لهم؟ ورديته الحمامه وبنص راسه وبالعصاي. لك برافو عليك، فحل ابن فحل طول عمري بقول عليك رجال. لك منال ما حدا بياخذها غيري انا لو بدي روح 20 قطيل، لك انا هاني مو حي الله. انت مو 20 واحد بدك تروح، انت بدك تروح 100 لانك بهيم. ليش هيك عم تحكي معه؟ حط حالك محله، الولد والان عشقان ايمان. لو انا محله حط رجلي بظهره برفسها رفسه بجيبها برا، مو بروح بقتل الشب مثل طربون الحبا. هلا عفيف مثل طربون الحبا؟ ايه طول وقامه ونباله، مو مثلكم وريعه على عيونكم صفي دمي وانتوا واقفين. لا يغرك تصرف عفيف، انت بتعرفه بيعطيك ابره بياخذها مسله، لكن نسيت شو عمل فيني. تستاهلي لانك كنت طمعانه فيه. على ايش طمعانه فيه؟ ما كان حيلته النقله. طمعانه بصحته وشبابه، مشان هيك هو مثل طربون الحبا. كان مثل طربون الحبا قبل ما هانك يسفقوا على راسه. ولساته لانه هاني صمت واحد غيره. وعطوا بالكم ها عفيف بحمايتي. لك مو قبل شوي كنت عم تنتخي وبدك تقوصه؟ قبل شوي كنت حمار وهلا فتحت. يبعث لك قتلك، الزيت بالشباك، حمار ما بتعرف تضرب ولا شيء. لك انا هاني وبضل هاني وبكره بتشوفي. روح اليه. قال ما عاد يقوم بشهر، قال هذا زقام. اعرك قدامي لشو؟ انا ما نسيتك ولا كلمه. يا اهل البيت، يا اهل البيت. مين؟ لك ولي عليك شو بعد فرقت معي؟ سكتها. سيدي ابو نجيب احترامي. اي نعم سيدك ابو نجيب، وينه ابو طمزيه؟ طمزة خير شو في؟ مطرح ما انتو بتكونوا بيكون في خير؟ لا الله يسامحك مو شغلتك، وين ابو طمزة؟ ابو طمزة بدك اياه ضروري؟ ايه ضروري. ايه تكرم عينك، ابو طمزة؟ يا ابو طمزة، ابو طمزة في ضيف بده اياك. سيدي خير شو في سيدي؟ ايدك من ايش مضروبة؟ سيدي وقع عليها حجر. حجر ولا نيزة؟ نيزة؟ شو بدي اجيب الناسك لعنا سيدي؟ لك والله عيب والله عيب. لحالك ايه حتما ما في غير الاحتمال لان ايدك محروقه حرق، فهاد يا نازك يا حمم بركانيه، هاد اذا كانت مضروبه بحجر. بقى احكي ولا تعلل لي قلبي لك ابو طمزه. طبنجة لا بتقدم ولا بتأخر سيدي. إيه كانت رملتك، مين قال لك لا بتقدم ولا بتأخر بقى؟
رمنتني. لك شوفي شو القصة؟ ليش حطت سيدي أبو نجيب؟ يبعث لكم قتلكم أنتوا والعيلة. سيدي هاي الطبنجة على أيام العصمة. ومنين جبتوها؟ كانت لجدي الله يرحمه. والدك منين جبتو؟ كانت متكوكة سيدي. جدو دكة بس ما قوص آخر ضرب سيدي. وفيها رخصة؟ ما قلنا لك على أيام العصملي سيدي. شو على أيام العصملي كان السلاح سايب بالشوارع؟ شو ما في رخص؟ سيدي ما في، احبسونا. ليش قفت لك أبو طمصة؟ لك هيبة أنت سيدي. معلوم لي هيبة، أنا أبو نجيب خذ وجيب. كنت عم امزح معكم مزح، انا جاي بغير هيك موضوع. انتوا اوصوا حالكم كلياتكم مثل ابو طمصي، والا عيوني اذا بسالكم عن الرخصه. موضوع ايش سيدي؟ في شخص قال انه ابو طمصي قال انه هاني ضرب، هيك قال. سيدي انا بضربوني ما بضربون. شو قلت ابو طمصي؟ بتعرف ولا ما بتعرف؟ سيدي أنا ما شفت، ظنيت ظن. أيظن أن أبو نجيب ما بيعرف؟ وعلى أي أساس ظنيت؟ هيك سيدي، ضربت عجينة بحيط، يمكن لزق. لك شو هيك؟ ما حدا بيخلق هيك، عم تتبلى أنت هيك. سيدي يمكن أنا غلطان. لا مو غلطان، أبو طمصة، أنا بعرفك إذا ما في دليل ما بتحكي. ما عندي دليل. لا يا ابو طمزه لا، خليك رجال خليك رجال. شو خايف من مرتك ومسترجي تحكي قدامها؟ مالي خايف من مرتي، هاني يمكن هاني فكروا عفيف ضربوا لانه جوز منها. فساد كذاب سيدي، مو انا مو انا. ايوه يعني شوف العين ما شفت. يخرب بيت اللي ضربه، فرجيته راسه بالحجر. بالعصايه يا سيدي مو بالحجر، فرجيته على الحمام ضربته بالعصايه. امشي قدامي امشي، هالمره ما راح طالعك بلا ما اعملك دزينه هواني صغيره. تعرف يا سيدي اسال خالتي بوران وبدي، احنا كانوا شوت على القصه. يا اخوان حيط على راسك، نحن شو عرفنا سيدي؟ تعرف روح. لك بس هلا اجاكم الدق. قلك قتلك شو منغرشه. الله وكيلك يا صارع، عم قلك منال بعمرها ما كانت مخطوبة له ولا شيء، لك هذا واحد اجداه. بس هو بحبها، وانا من طبعي ما بحب اقطع برزقة حدا. يا سيدي الله يجزيك الخير، لك اقلالي اللي بشهامتك، عم قلك انا منال بعمرها ما كانت رح تصير له. اذا هيك طمنتني. ابو منال؟ يا ابو منال؟ هي ام هاني. قومي يا ابي امي افتحني، قومي افتح. ايه افتحني. أهلين خالتي أم هاني. أهلين وسهلين أم هاني. مساء الخير. لك مساكي ورد، شرفي تفضلي. هي آخرة المعروف معك؟ لك مسكنتك ببيتي تقريبا ببلاش، وأنا كلياتني على حسابك، بس على أساس بعدين. هلا على أساس ولا ما على أساس؟ أنا من هلا مستعد، بعدين وينك؟ أنت اللي كنت عم تأجلي الموضوع، أنا إلي الشغف. هلا أنا بشرفك، بس ابني هاني ما بشرفك، مو هيك؟ لا يا أم هاني، ابنك هاني على راسي، تفضلي تفضلي. الله يزيد فضلك. أهلين وسهلين أم هاني. وينك؟ لو كان ابني هاني على راسك كنت جوزته بنتك منال، ما رحت اعطيتها لواحد غريب. لا يا ام هاني زعلت مني، هلا الدكتور عفيف غريب؟ لا دكتور هذا قد الدنيا، وبعدين حطي حالك محلي، يعني ما في فرق. انا ما بيهمني دكتور ولا مو دكتور، المهم يقوم بواجب مرته. المهم انا جاي هلا مشان الكون انه ابو نجيب طلع انسان طيب كثير، وقدر وضع هاني ونزل صفت عن حقه، وهلا هاني جاني ما بدي اياكم تردوا عليه بنوب. ولا يهمي، لك هاني بعيوني ومثل ابني كمان. وينك ابو منى؟ فتح نعم. عينك اتسف للطنجر. ها الاب اذا هاني بيصل له شيء، شايف هدول شعره من شعراتي ما بتلمس، شعره من شعراتي ما بتلمس بنوب. ولا عم تكلم تطلع الجافه برنا، بدي كسر الراس شيتو. لا يا صهري صهري لا صهري دخيلك. ما سمعت شو عم بتقول؟ شعره من شعراتها انا ما بلاقي يستر على اختك، لا طالعين من المولد بلا حماص. يا عفيف ويا ايقه ويا سرمايه عتيقه، نفسك بغلب سوء الهال بجيبك بالحريقه شلون بدلون؟ بس شو هالمسبات هي؟ تقل له يا هشوي، شو عم تغنجه انت؟ لك لعيوني خالتي بهراء. يا عفيف ويا جردون، لا لك طعم ولا لك لون، لنتفلك دقنك نكس لو شفتك مارق من هون. لك
اتركني يا عمي، اتركني نفسه، اتركني نفسه. هو طالق عفيف. لك انا جردون. خلص لفوت لجوا لا. بس انا لبس شعرك يا صهري. العمى الحب اصعب من عضة الكلب، فوت لجوا. روح صهري روح. رح انتفلك دقنك نتفلك وشفتك مارق من هون. بقص ايدي قص، بقصة قص إذا ما كان هاني من ذرية أبو تمام. وشو دخل شعر أبو تمام بهاني؟ لك هي موهبة طبيعية، هلا أبو تمام شاعر فهمان بيطلع معه شعر قوي، هاني أجدب بيطلع معه شعر جدبان، كله مارق. إي مسيب، ليش خليتني أكتبه؟ هلا بورجيك ليش. رح انتف دقنك نتف لو شفتك مارق يا عفيف، لو شفتك مارق 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 من هوني. رح انتف شعرك نتف يا عفيف لو شفتك مارق، لو شفتك مارق.